الشهيد السعيد أحمد هادي جابر كان نجماً لأزمنة مضت، وعلق أبواه عليه آمالهما حين تنامى عوده، وكحل مرود عمره سنواته التي مرت بين حرمان معتم وأحلام ضلت سبيلها، فسحقته عجلات النظام المقبور. إلا أنه كلما تذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام هان عليه ما ذاقه من ويلات الحياة، حتى كشف نقاب الشمس وأزهرت آماله، وآل البيت يرون فيه بطلاً مقداماً دافع بكل بسالة فضحى بروحه وكيانه. أحمد هادي جابر بات عمره يداعب الزفاف حين وقف على شرفة الشباب منه، فراحت خطاه تترسم طريق الحسين إلى أن تعود المسير نحو كربلاء في عاشوراء من كل عام. وما مرت أربعينية الحسين عليه السلام إلا وكان سائراً على قدميه صوب قبلة الأحرار كربلاء المقدسة، خادماً في أحد المواكب على طريق المشاية أو ما يعرف المشاة. تخرج ابن البصرة من كلية الهندسة قبل أن يلتحق بصفوف فرقة العباس القتالية، ملبياً نداء الوطن والمرجعية الدينية العليا ليلقى ربه شهيداً في معارك تحرير قرية البشير في محافظة كركوك في اليوم العاشر من شهر نيسان عام 2016. فالرحمة والخلود لشهيدنا المقدام أحمد هادي جابر، نسأل الله أن يحتسبه في الشهداء والصديقين من أنصار سيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام، وأن ينال مقام الشفاعة لأهله بين يدي الله يوم القيامة.